في ملف الضفة أيضا، شيع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الشهيد أسيد الريماوي شمال غرب رام الله الذي ارتقى متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية. وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين وعدوانه على غزة والضفة. وكان الشهيد الريماوي وهو طالب في الثانوية العامة قد استشهد خلال مواجهات اندلعت مع قرية أو في قرية بيت ريما عقب إصابته برصاصة في الصدر، إضافة إلى إصابة 7 آخرين بينهم 2 وصفت إصابتهما بالخطيرة. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة فجرا وسيرت آلياتها ودورياتها الراجلة في عدة أحياء وتمركزت في وسط البلدة وفي منطقة البلدية. بده بس الشهادة، وهو من يوم ما مات بو صالح اللي في نابلس يقول أنا بو صالح، أنا بو صالح، حتى هو في شبه من أبو صالح يقول لي أنا بديش أدرس يا مولاش، علمت الحلاقة وبدي أدرس توجيه وقلت بعلمك اللي بدك إياه. اللي بديش يا مناش حتى سلام واحكي له ابو ابنك بديش يدرس بديش اللي خلي زي ما بده الله يرحم. هذا هو الوجه الحقيقي لاسرائيل، لا لبس فيه، هذه هي اسرائيل بحالها. يعني في ناس مطبعين وفي ناس مستسلمين وفي ناس متخاذلين، كانوا حاطين اسرائيل في قالب غير القالب اللي هي موجوده فيه. انا الحمد لله، الحمد لله في قمه السعاده، وانا لا اذكر لا اذكر بالنسبه لاخواننا واحبائنا في غزه اللي بتهيل بيته عليه، بيروحوا اطفاله وبتروح زوجته وبيروحوا اولاده وبيكون من بين الركام بيقول الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله.